انا تخصصي طب. لا لا، طب اسنان، مو هذا، مو العادي، بس حولت هندسة. خلاص تمام، اكلمك بعدين. تصدق والله انا من اول نفسي، احنا بتنا دورين، نفسي اسوي دور ثالث، بس بدل ما ادفع لمهندس يعني من برا، قلت خلاص انت قدك موجود. ها اي والله، حتى انا قلت بدور الثالث. ايوه، اي بس انا مو مهندس معماري. طب ايش تخصصك انت؟ ما حقول لكم، لانه انتوا بس بتستغلوني. انتوا بتعرفوا تخصص عشان تستغلوني، مو عشان في تدعموني. احد كذا يكلم ابوه؟ في احد يكلم اخوه الكبير كذا؟ عاق 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 عاق. ايش تخصصك؟ قول لنا، ترى ما نبي منك شيء، بس نبي ندعمك احنا. هندسة برمجيات. تصدق والله من اول نفسي اسوي تطبيق انه اشبك المكيفات في الجوال عشان اشغل المكيف وانا برا البيت. والله فكرة حلوة. ايوه، تصدق ابوي كنت احسب ما عندك هرجة. بكرة التطبيق يجهز، وخذ صلح الجوال هذا، ما ادري ايش بس فيه. انا دوبي تخصصت، ما اعرف اسوي الاشياء هذه. عاق 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 عاق. ابوي يقول لك قوم اطلع برا وقفل الباب. الباب اللمبة. لا هو يقول شغل اللمبة واقول لك تقوم. اللمبة لا يلا قوم يا حبيبي، ما ابغى. امشي امشي امشي، طفي اللمبة. يقهر. المكيف لا. ابوي يقول طفي المكيف. امشي. ما تبي تقوم؟ طيب انا اوريك. هذا لسه ما قام. تفضل. اخوك قال انك نايم. قاعد يكذب عليك وجابك اليني هنا على الفاضي؟ قلب علي. والله لو انا مكانك ما اسكت، والله ما اسكت يا ولد. يا اخي قالوا في مؤتمر هنا قريب، فينه يا اخي؟ ايش المؤتمر اللي هنا وينه؟ يسار في يسار وتلاقيه على اليمين. فين؟ يسار في يسار وتلاقيه على اليمين. تمام، يعطيك العافية. مو لازم تنزل الكمام عشان تسمع. ايش مالك صلاح؟ لو سمحت وين المؤتمر؟ يسار يسار وتلاقيه على اليمين. ايش؟ يسار في يسار وتلاقيه على اليمين. على اليمين تلاقيه. ترى مو لازم تنزل الكمامة عشان تسمع. حتى انا كذا قلت، بس طلع لهم علاقة في بعض. ايش؟ حتى انا كذا قلت، بس طلع لهم علاقة في بعض. ايش دخلك؟ ما كلمتك اصلا. والله انك ملقوف. مرة ملقوف انت واذنك المثلث هذا. مثلث والله. والله ما تضحك، بالله عليك تضحك، بلا كذب. مالك صلاح. لكن بشروط بسيطة مرة. ايوه. أول شيء لازم تضيفني وترسل هذه السنابة لكل اللي عندك وتمنشن 70,000 شخص، وبعدين تكبشر انك منشنت 70,000 شخص. ايش هذا كله؟ وتسوي 20 ضغط. ولازم نبوس رجلك؟ وبعدين لازم تبوس رجلي. يا عمي امشي، ذا حيذلنا هذا. لا تخلي احد يذلك. قصة الايفون 12 ب 200 ريال فقط شهريا. انت كيف دخلت البيت؟ عشان المقطع يا اخي، بسرعة وخلص. 200 ريال بس؟ بس في شروط بسيطة. اعرفها هذه. اول شيء لازم يكون عندك حساب بنك. حلو. ولازم تكون موظف. مو حلو. ولازم اخوك يكون متزوج. ايش دخل؟ ولازم ابوك يكون عمره تحت ال 50 سنة. خلاص. لسه ما كملت الشروط. ابوي كبير، ابوي كبير. ابوي شايب، ابوي فوق بالقوة يمشي ابوي. هذا دخل بيتنا بدون اذن. بس هو قال عليك انت شايب وبالقوة تجيب تمشي. اي بس هو دخل بيتنا بدون اذن. والله هو اصلا انا لازم انا كمان لازم اروح معه. لو سمحت تعال اوريك خدعة على السريع. مشغول والله لازم امشي. اعطيك حلاوة. شايفني بزر انا يعني؟ تبي تغريني بحلاوة يعني؟ يلا بسرعة. طب اسحب ورقة. ها وريه للجمهور. جمهور؟ اوه هلا والله. رجعها. هذه هي؟ لا. اوه ايش اوه؟ ما عرفت تجيبها. عنك ما طلعتها في الحلاوة. ما عندي. يعني ما في حلاوة؟ فين محفظتي؟ الحين هو يحسب انه اخذ محفظتي. الحقيقة أنا أخذت محفظته وخليت محفظتي وحطيت مكانها مناديل. لا تمزح معاي.
وهذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله انه عجبكم. يا اخي ما صار في اكل طعم ورخيص يعني. انا فيه ممكن اتكلم؟ ما ينفع تقاطع الناس يعني. انا والبيت بس رحنا مطعم، انا والبيت نفرين بس جينا اكلنا تقريبا. خزان المويه راح معاكم؟ ايش يا اخي خليه يتكلم. المهم رحنا مطعم خلاص نفرين بس انا طيب والبيت. النجفة ايش طلبت؟ والله انك قليل الادب. المهم نفرين بس طلبنا ب 500 ريال. ايش هو هذا؟ مو مستحيل دحين ما في مكان طعم ورخيص في نفس الا والله فيه. فين يا اخي فين؟ هلكت انا. في بان برجر طلب التوفير الجديد، حجم كبير وطعم لذيذ ب 12 ريال فقط. اوه يعني انت قصدك كذا تبي تسوي اعلانات؟ هذا الشيء هذا ترى بس يعني مثال يعني. اه ايوه ايوه انت عندك افكار حلوه. اي معروف. اي لا لا عندي افكار. اوكي عندك افكار بس برضو ما ينفع تقاطع الناس. اه تمثيل 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 والله تمثيل. حتى لو تمثيل ما ينفع تقاطع الناس، وحق من حقوقي انه يكون لي راي، وهذا رايي انه ما ينفع تقاطع الناس ابدا. فين رايحين دقيقه؟ حسن بالله فك لي نت، برسل كم. انا حسين وانا حسن، احنا توأم. احنا توأم داري توأم ما علي لخبط يعني، بس ابى ارسل يا اخي. سبع سنين معاك ولسه تلخبط بيننا؟ طب يا اخي دائما تلبس انتوا نفس اللبس يعني، الله يهديك. اوه بالصدفه؟ ايه بالصدفه كل مره بالصدفه. ايه غريبه والله غريبه. طيب يا حس يا حس يا مين يا حيوان فك. انا حسين فك. وانا حسن احنا توأم. يا اخي كيف تلخبط بيننا؟ توأم يعني ايش اللي كيف الخبط بيننا؟ انا حسين وانا حسن احنا توأم. درينا داري يا اخي ما نشبه بعض. والله مو منكم من ابوكم اللي داري انكم توأم ومسميكم حسن وحسين. لا انا امي سمتني حسين وانا ابوي سماني حسن. احنا توأم يا اخي كيف تلخبط بيننا يا اخي؟ يا اخي توأم توأم ايش اللي كيف الخبط؟ انا اذني مطعوجه من هنا شويه، وانا صرتي اصغر من صرته بشويه. يعني حقارن صرتكم كل ما اجي بكلمكم يعني ولا بالله؟ انا حسن. انا حسين. يا عمي روح يا شيخ. معليش فراس. انا فارس. انا فراس. حرام عليك يا اخي كيف ما تفرق بيننا؟ انا رموشي اطول من رموشه. ما شاء الله تيشيرتك حلو. ايش رايك؟ قال ايش رايك؟ ايش تيشيرتك حلو بالله؟ كيف قلنا كيف؟ ليش تسال ثاني؟ ما ادري تعلمت كذا من واحد يقول لي شيء حلو اقول له ايش رايك. ما قاطعكم بس في مستشفى قريبه هنا. بس انت قاطعت انا كذا. قلت ما قاطعكم عادي بس قاطعت. لا تعلمت لما اقول ما قاطعكم عادي اقدر اقاطع. احترامي لك مع احترامي لك انت قليل ادب، وما انت متربي واهلك ما ربوك بتربيه شوارع يا ندعس عليك انت شارع. انت كذا ما احترمتني. قلت مع احترامي عادي يعني قول اللي ابغاه بعدها عادي. مين قال عادي؟ مدري ايش هذا كلامنا كله غلط. والله كله غلط. طب دقيقه ليش تبى مستشفى؟ اه يا اخي جاني الم في رجلي. لا يا شيخ فيه ولا فيه؟ ده الالم جديد عادي تقدر تاخذه ترى ويروح منه يصير عندك. لا لا ما بقى. طب انت قلت فيه ولا فيه؟ ما ادري يا اخي انا كذا تعلمت اقول فيه ولا فيه. هذا كلامنا كله غلط. والله كله غلط. اي والله كل كلامنا غلط. ايش هذا يا جماعه؟ ابوي كل كلامنا طلع غلط. لا لا كلامنا كله صح. تعال 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 انت وراسك. ها شايف كيف اجي يعني حجي بدون راسي؟ شايف كل كلامنا غلط. يلا جاي جاي ولدي حيضيع مني. ولدي حيضيع مني يا جماعة الحقوني يا جماعة. ايش في؟ ولدي حيضيع مني الحقوني. يا عمي ايش في قل لي عشان اعرف اتصرف. ولدي. طيب عشان ما يضيع منك يا عمي قل لي ايش في. ما شرب قهوة يوم كامل. ولدي حيضيع مني. تعال 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 اجيب قهوة. في الفلات وايت جاهزة قدها لو تبغى تاخذها على طول تعطيه. لا لا هو ما يحب الحار. بارد. في الروز بارد لو حيعجب. طب ايش اكثر شيء ينباع هنا؟ اكثر شيء ينباع في كوفا السبانيش لاتيه. طيب ايش كمان تبيع؟ وبارك كمان في البستاشيو فيه موجود. ولدي اعطيني سبانش لاتيه خلاص على طول. خذ اشرب 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 يا ولدي. الحمد لله على السلامه. ايش سبانش لاتيه القوي هذا؟ كوفا. يعطيك العافيه. كم كذا حسابه؟ لا لا خلوه علينا مسكين الولد. ابوي حيضيع مني. ابويا طيب يا خال ترسل الموقع يلا. الساعة كم؟ واحدة. كم درجة الحرارة؟ ما أدري. كم درجة الحرارة؟ ما أدري. شوفها قدامك تحت رقم 120 يا كذاب. 42. 42 مطلعني يا مفتري. الله يرحم أيام لندن. درجة الحرارة ما كانت توصل 19. طيب وأنت إيش جابك؟ ما لك دخل. إيش دخلك؟ تراني مستعجل وصف بسرعة. مستعجل ليش؟ ترى كلها قدر في النهاية حتسوقها. إيه وخالتي بتطبخ. طب ما في صحن صدر. فاخذتينا اي شيء ما اجيب لك معي شطه؟ لا موجود عندي ما يحتاج. اخلص وصف لي تراني مستعجل. يعني بتجيب ولا لا؟ لا. طيب اتجه يسار الناحيه الطريق المنحدر. تصرفني صح؟ لا روح مالك عندي. ما في طريق منحدر تصرفني صح؟ يعني انا كيف اشوف؟ طيب انا ايش اسوي لك؟ ارفع الجوال واقلب على الشارع عشان اشوف. يعني وش قاعد اسوي؟ خليتني اتصور والله انا اجيبك. والله ما اعطاني حتى فخذ ويباني اوصف له.